ساكنة بالعين في البابا نلقلبا متكررة مرتين لو شفنا فوق التاب نلقى نقاط اثنين وثاؤنا ثمر ثوم ثوب جميل أحمر وجيمنا جمل جوز جسر عليه نعبر أحبتي مثل الخوف يتفتح على خدود والدار فيها الدال نايم بها داود والذيل ذيل الديج أول حرف موجود وراؤنا رمح رمل رب علينا شكره وزاؤنا زيد زبد زهر يفوح عطره أحبتي فصل فيها كباها الفلفل وأحبتي السلام عليكم أحبائي الصغار، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير جميعا. هيا بنا نتذكر مجموعة من الكلمات الجميلة اختبأت الكلمات خلف الأشكال، دعونا نبحث عنها ونعرف ما هي. إنها كلمة حوت، فلنتابع. أحسنتم، إنها كلمة شجرة، شجرة، فلنتابع ونرى ماذا تخفي الدائرة. سيزورنا حرف جديد هذا الأسبوع، ولكن يا ترى ما هو هذا الحرف؟ هذا الحرف له رأس صغير يشبه نصف الدائرة، وله بطن كبيرة تشبه نصف الدائرة، وله أيضا نقطة واحدة فوق رأسه. هل عرفتم من هو هذا الحرف؟ حرف الغين، وصوت
ابحث معي يا بطلي الصغير عن حرف الغين. أحسنت، إلى الأمام دوما يا صغيري، لا تنسى أن تشكل حرف الغين بالمعجون. إلى اللقاء. شيء
على حرف الغين. ساعدني يا صغيري حتى أجد الشكل الصحيح لحرف الغين في هذه الكلمات. سنتم جميعكم تستحقون نجمة كبيرة. إلى اللقاء يا أحبائي. الآن سنبحث عن حركة السكون. إذا كان هنالك حرف عليه حركة السكون يجلس مع الحرف الذي قبله في نفس البيت لأنهم مقطع ساكن. هيا نحلل معا كلمة غراب. غراب.